طبعا احنا العاملين في الاتحاد هدايا متأسس من عدة نقابات، اللي من نقابة المياه والصرف الصحي، من تخبيلنا نقيب على شركة المياه والصرف الصحي، هو يتقاضى في مرتبة من الجهة متاعه. أنا ممكن منتخب من مركز البحوث النووية في تجورة كممثل عليه العمال، وفي من مواني والبحارة وجميع النقابات هما، وندير المؤتمر التأسيسي متاعها، تختار رئيس وتختار نائب وتختار مسؤول شؤون الإعلام، مسؤول شؤون التنظيم، مسؤول المجتمع المدني، مسؤول التدريب، مسؤول العمالة الوافدة، اللي هي كمؤسسة تساهم في الدولة لإيجاد حلول لاتخاذ قرارات صائبة بحكم تجربة. طبعا النقابات تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني، لكن من المؤسسات الضاغطة على الحكومة. طبعا تعتبر أهم شيء هي المبدأ متاعها تطبيق قانون العمل، تطبيق قانون السلامة والصحة المهنية، وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، قانون رقم 13 لسنة 76 ممكن. احنا عندنا التوعية والتثقيف، أهم شيء أنك أنت توعي العامل. اليوم إحنا ونخش لأي مقهى نلقوا عامل يشتغل في المقهى هذه، ممكن إحنا عندنا ما شاء الله توصل الماكينة في القهوة توصل يومية تفوت حتى المئات ممكن في بعض المقاهي، ونجيت هدرز عليه تقول له هل أنت مسجل في الضمان الاجتماعي؟ عندك عقد عمل مع صاحب المقهى هدايا؟ عندك ضمان يضمن حقك؟ ان الامراض العمل هدايا فيها امراض مهنه، ممكن اليوم تشتغل انت بصحتك عندك فتره معينه، كل عمل في 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 امراض مهنه ممكن في المستقبل تاثر عليك، ما عادش تقدر تخليك تزاول عملك، ما عادش تقدر. فلهذا احنا ننصح في جميع العاملين، ويشترط ان يكون كل عامل في القطاع الخاص او في القطاع العام يجب ان يكون عنده عقد عمل.